يب يلا يلا على البيت يلا. لا مش انا بقول لك يلا على البيت، انت تقول لحالك. اخبرك خبريه كثير بشعه، الغنيه 50% باكينج فوكلز، يعني هي كورال 50%، صح؟ هم اللي كانوا عاملين. ايه اوكي اوكي، بس برافو، هي هذا ضدك، مش منيح يعني. 50% كورال عم بيغني، هو صح لانه سجل، انما 50% كان انت عم بتغني، و50% نشاز اللي انت عم بتغني. نشاز؟ فاجئتني والله. فاجئتك؟ ايه يعني فاجئتك؟ فاجئت والله. انا بتكلم مصري ما بعرف شو ليه. دينا حياتي، ذيس از باد بيرفورمنس اللي عملتيها هذيك جمعة. يعني اللي عملتيه قبل كان احسن من هذا. ده عاطل. عاطل على اللي عملتيه قبل، يعني انت عملتي شيء حلو هذيك جمعة. ما في. اللي حلو فيكي هالجمعة بس اللي أكثر شيء حبيته هي الفيشل اكسبشن تبعك، ايه والبريزنس تبعك مثلا كثير حلوة، مخبية خوفك فيها، عندك شطارة تخبي خوفك باللي عم تعمليه، منك شاطرة لأنك كثير حلوة على المسرح ووقفتك حلوة ولا شو عم تعملي لذيذ مع الدانسرز، بس مبين في يعني كل واحد مخبى شيء وراء، واضح بالمغنى تبعك إنه منك مرتاحة. ما بعرف ليه، مع إنه غنية هينة ما فيها شيء، يعني أهي من هيك ما في. بس فعلا كنت برا؟ ما في كنترول على النوتات، اكيد برا. شو عم يعني عم بلعب انا وياك على الهواء؟ لا اكيد برا حبيبتي. جاي اسمعي على الهواء بعدين شوفي انه برا. ليكي بتكون غنيه هينه هالقد ويكون فيها نشيد، كميه نشيد كثير، اكيد يعني كثير ضدك بصير الموضوع، مش انه غنيه طربيه وبدها كثير شغل لنقول نحن انه ما هي نشازت شوي ماشي الحال مرق اليوم. بس غنيه هالقد هينه فيها نشاز ضدك جدا، موضوع منه كتير مش لصالحك. وبعدين 50% كورال، يعني في عندك نص الغنية ناس عم بتغني معك وانت مسجلتيهم، وال 50% تبعك، 50% تبعك نص النشاز، قلني 50 نشاز، فهذا دون مستوى برايم نمبر 10 للاسف دينا.